رئيسة التحرير أيضا صديقة عزيزة هي منى أبو سمرة، رئيس تحرير مسؤول لصحيفة البيان، حكت عما يميز منتدى الإعلام العربي في دورته العشرين عن الدورات السابقة، وأكدت جدارة صدى الملاعب بالفوز بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج رياضي. مرحبا فيك يا أستاذة منى أبو سمرة ببرنامج صدى الملاعب. أهلا وسهلا فيكم. طبعا أول شيء أنا أهني، يعني هذه فرصة أني أهني برنامج صدى الملاعب وعلى رأس هذا الفريق الزميل والأخ يعني والصديق المبدع مصطفى الآقا. هذا التكريم هو تكريم يعني مستحق وبجدارة حقيقة، لأنه برنامج لكل الدول من ناحية محتوى، من ناحية ضيوف، من ناحية المونتاج، من ناحية الإعداد والمحاور. حقيقة هنيئا لكم بهذا هذه الجائزة اليوم. شكرا جزيلا لك يا أستاذة منى. خلينا أستاذة منى نتكلم أيضا على منتدى الإعلام العربي في يومه الأول. كيف شفتي فعالية هذا اليوم الأول وأبرز المواضيع اللي تم طرحها في هذه النسخة؟ شوف اللي حوالينا، الناس مش لابسة كمام. أنا أعتقد هذه عودة اليوم، هذه انطلاقة جديدة اليوم من دبي ومن دولة الإمارات للعالم كله، للعالم العربي كله. نقول الحمد لله نحن متعافين من ناحية بكل الجوانب. هذه الفرحة اللي مرتسمة على وجوه كل الإعلاميين وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والقيادات وكل الإعلاميين من مختلف التخصصات. واليوم أيضا أنتم اليوم موجودين، الرياضة لها نصيب من فعاليات منتدى الإعلام العربي. هناك الحديث عن المستقبل، الحديث عن المستقبل هو دائما تنشده دبي ودولة الإمارات. ما بالك لما نتحدث عن الإعلام، الإعلام خاصة مرور بكثير من الأزمات سواء العربي أو الخليجي. نحن بحاجة حقيقة نفكر بشكل جيد، أن نضع استراتيجيات وخطط. الحديث هنا من خلال تبادل الأفكار، التعرف على الآراء المختلفة سواء في الوطن العربي، سواء هنا في الإمارات، سواء على مستوى دول الخليج. اليوم احنا نتحدث هنا في دبي والعالم نتحدث عن الميتافيرس، ملتقى منذ اسبوعين. اين الاعلام ودوره من هذا؟ ممكن احنا نستثمر في هذا المجال. فشكرا لمنتدى الاعلام العربي، شكرا للقائمين عليه. احنا سعيدين في هذا حقيقه في هذه المشاركه، وان شاهدنا والتقينا باصدقائنا وزملائنا في كل العالم العربي. لو نتكلم على ما يسمى ربما بالإعلام الجديد، عصر السوشيال ميديا وظهور يعني مجموعة من المؤثرين، في إيجابي وفي سلبي، لكن ربما المؤثرين يتفق معي الكثيرين أنهم الأغلبية تقدم نماذج سلبية. كيف دور الإعلام العربي حتى يوعي الشباب العربي بضرورة اتباع نماذج يعني مشرفة؟ أنا أعتقد اليوم يعني فعلا أنا أتفق معك أن هناك في منصات كثيرة، أصلا ظهرت منصات كثيرة للأسف غير مرخصة. هناك أصبح وجود يعني مؤثرين، ولكن للأسف مؤثرين بشكل سلبي. نحن بحاجة لتنظيم هذه المنصات في أنحاء الدول العربية. وأيضا أصبح هناك يطلق المؤثر على معلن، لأن معظم ما نراهم اليوم هم معلنين، فأصبحوا حولوا المجتمعات العربية إلى مستهلكين.